شكرا معالي الرئيس. معالي الرئيس، بس عندي مخالفة واضحة وصريحة على جدول الأعمال. سلمك الله المادة 38 تحديدا من اللائحة، واللي هي اللي تحدد عمل اللجان وغياب اللجنة لتأخير التقارير لأكثر من 3 مرات، خالفة المادة 38 قرار المجلس وخالفة إرادة المجلس، وهذا بحد ذاته يعطل عمل السادة النواب كأدائهم كتشريعي في تشريع القوانين والمقترحات. وأيضا المادة 95 تحديدا معالي الرئيس اللي عطت فترة زمنية مسببة إن هي بسبب تأخير عمل اللجان. معالي الرئيس، طلبنا بقرار المجلس وبتصويت من المجلس إحالة الكثير من المشاريع لمدة 2 أسبوع ولمدة 3 أسابيع. لحد اليوم تجاوزت هذه المدة قرار المجلس من اللجان، ولا جات لنا رسائل تمديد للمجلس عشان نصوت عليها ولا. فأنا بعرف السبب في تعطيل مشاريعنا وقوانيننا، فأتمنى منك معالي الرئيس إن تعجلون هذه القوانين، لأن هي هذه القوانين إحنا ما قريناها وما اقترحناها إلا في مصلحة الناس. واليوم المجلس صوت على 2 أسبوع. فأتمنى معالي الرئيس إن تحط في عين الاعتبار هذه النقطة، لأن أكثر من مرة تكلمت عن تعطيل المشاريع والقوانين. ردك كان واضح، مشكور، جزاك الله خير. بس أنا تحديدا أتكلم عن المادة 38 والمادة 95 من اللائحة الداخلية. المجلس صوت بإحالة أو إعادة اللجان للتقارير للمناقشة وإرجاعها للمجلس، هذه ما تدخل في عمل النصاب ولا غير النصاب. أنا أتكلم سلمك الله، إحنا اليوم صوتنا على إحالة مشروع أو مقترح القانون للجنة لمدة 2 أسبوع. الحين إحنا قاعدين دشينا في الشهر، لا يعطي لنا رسائل تمديد من اللجان ولا، يعني هل قرار المجلس ما يحترم؟